بدي احكي معك ضروري نجاح. نجاح؟ نجاح ما في داعي تحكي معه. انت كيف بتتجرأ وبتيجي لهون؟ نجاح لا جيب سيرتي على لسانك. نجاح ما بدها تحكي معك بالمره، يلا انقلع من هون. خلاص ابني نجاح بترجاكي بس الظاهر ما رح تفهم بالحكي. بترجاك بيان خلص بقى فيهان، لو سمحت روح من هون فورا. لا نجاح انا ما رح روح من هون قبل ما احكي معك. عن جد ما رح تروح قبل ما تحاكيها؟ انت كيف تتجرأ اصلا؟ كيف تتجرأ انك؟ لا اخي لا اخي بترجاك لا تضربه، خلص خليني احكي ما رح تفلت مني. بيان بترجاك. بيان ليش عم تضربه؟ ليش عم تتدخل بمشاكل غيرك؟ مانك شايفة؟ ليكا مو سائلة إذا زعلت ولا لا، خايفة على زعل هذا الشاب الغريب. ليش بتفوت بمشاكلهم بدون داعي؟ وقت ما بيكون إلك علاقة فيها ليش لا تعمل كل هذا الشيء؟ خلاص اتركه روح من هون. بيان بترجاك انت بس اسمعه مرة واحدة. ماشي انتوا هلأ اعملوا كل اللي بدكن اياه، ما عاد اتدخل. يلا وجدان تعالي معي. بيان اخي. لا بيان ما بصير تروحي قبل ما تحكي معي. فيهان انا ما بدي احكي معك، روح من هون هلا لو سمحت روح. ما فيني روح هيك، كيف بدي روح من هون؟ انا صار لي زمان عم حاول احكي معك وانتي ولا حتى عم تردي عليكي.